الرقبه بتاعت الاب فين؟ لا الرقبه في الرقبه في حاجه تانية. انا بتكلم على هو نفسه يبقى ايه. في ناس كده ابهات وامهات يحبوا ابنهم يبقى زيهم صح. او يوجهوه يبقى لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس صح. انا 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 اهلي ما حددوليش انا عايز ابقى ايه. ده بقى السؤال، هل والدك شجعك على حاجه معينه؟ سابك براحتك؟ ابويا شجعني على المكتبه اللي قدام سعادتك دي، تقرا. هو صاحب المكتبه دي، يعني هو اللي جاب لي المكتبه دي من وانا طفل وما زلت محتفظ بيها، وبقى لها هي 50 سنه المدرسه ولا 40 سنه المكتبه دي. كان بيشجعك على القراءه يعني؟ من وانا طفل قعد اقرا لي قصص الانبياء في القران، ولسه ما كنتش بتعلمت القرايه. وبدات اول ما اتعلمت القرايه بدأت اول حاجه قريتها في حياتي الف ليله وليله. قراني الف ليله وليله وكليله ودمنا يعني. وبدات اقرا في كتب التراث، يعني شكل لي يعني ذخيره معرفيه من وانا صغير. عمره بقى ما قال لي انا نفسي تبقى تطلع ظابط، نفسي تطلع مهندس، نفسي تطلع دكتور، ولا قال لي نفسي تبقى حاجه. فانا عملت كده مع اولادي. فانت عملت كده، فسايبهم يعملوا ما شاءوا. طب يوسف قراره ايه بعد المسلسل؟ بعد ما نزل معاك المسلسل، بعد ما نزل معايا المسلسل عايز يبقى مخرج. قلت له اوكي يبقى مخرج. الموضوع عجبه فعجبه جدا وعايز يبقى مخرج. وانت هتقدر ان هساعده زي ما بساعد اي مساعد من المساعدين لما بلاقي عنده شغف حقيقي وبيشتغل كويس. فهتديله نفس المساعده؟ هساعده اكيد هساعده، لكن عمري ما هعمل له كاريره. بيقعد معاك يقول لك بابي اعمل ايه، انا المفروض اعمل كده، بيستشير؟ بيستشيرني في حاجات كتير، بس انا لما بلاقي انا ان كلامي ليه هيأثر في بصلته بقول له أخشى إن أنا لما أقول لك كلام تمشي عليه، فأوصل للنتيجة وأعملها يعني. حياتك الأسرية مع التصوير والضغط والهجوم والضرب بتعمل فيها إيه؟ يعني أنت الناس دايماً شايفة خالد يوسف اللي هو واقف على الحصان وبيضرب أو بيضرب، بس مش فاهمين إن الراجل ده عنده بيت وأطفال وزوجة يعني محدش. انا حياتي عاديه جدا، والحروبات اللي بدخلها مطعونا او طاعنا يعني زي ما بيقولوا ما بتاخدش يعني ما بتاخدش حيز من حياتي كبير يعني. ما ببقاش مهموم بالهجوم او بتروح تمام. تمام من حياتك بس من حياتهم اتعودت. هم من حياتهم اتعودت. انا من اول فيلم من العاصفه بتهاجم، من اول عمل وانا داخل تاني فيلم كان جواز بكار الجمهوري لازم الرئيس بنفسه اللي يقول اوكي. واخد بالك مفيش حاجه بتعدي عادي، مش فيلم كده عملنا فيلم، لا لازم نعمل مصايب.